روح هلا لمحطتنا الصحية. الضغوط اليومية وأعباء الحياة ممكن تكون الشرارة الأولى لكثير من المشكلات الصحية، وأبرز اليوم التعب والوهان الجسدي، وهو الحالة الأكثر شيوعا يوميا. فهل ممكن تكون هي الحالة هي بداية لمشكلات صحية؟ كيف ممكن نتجاوزها؟ كيف ممكن نتعامل مع هالمرحلة؟ رح نتعرف على جواب مع ضيفتنا الدكتورة تغريد حمود، أستاذة بكلية الطب وأخصائية بمجال الأمراض الداخلية والغدد الصم والسكري. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيكي. صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي على الشاشة الإخبارية. بالبداية خلينا نحكي، يمكن المرض الشائع اليوم وعند الشباب بشكل عام، مين ما سألتي حدا بيقول لك أنا تعبان، عندي وهن جسدي، ماني قدران وقف على رجلي، شو السبب؟ فينا نقول في أسباب، فينا نرجع لإله من الأول. هلا هو مشكلة التعب والوهن العام هي مشكلة شائعة بالأصل، يعني إذا أجينا على الدراسات الوبائية يعني بيقدروا حوالي 25% من السكان عندهم مشكلة إحساس بالتعب والوهن العام. هلا فكمان يعني أحيانا ممكن إنه ظروف الحياة، الستريس، الشدة اللي عايشينها إنه تزيد هاي النسبة. هالشكوى هي شكوى الأساسية، حوالي 30% من مراجعين مراكز الصحية الأولية يعني مثل العيادات هن اللي بيشكوا من هاي الشكوى. طبعا ثلاثة يعني نسبة النساء اللي بيشكوا من إحساس التعب والوهن العام هن أكثر من نسبة الرجال. طيب دكتورة، خلينا شوي هون نحكي عن الأعراض اللي ممكن نتلمسها ونعرف إنه حالة هالإرهاق أو الوهن الجسدي ما عادت حالة عادية أو طبيعية، لا هي صار لازم مراقبتها ولازم نخضع لفحوص معينة. طبعا إذا أجينا على تعريف التعب، هو إحساس أو شعور الفرد بعنا من القدرة على القيام بالمهام الموكلة له، أو إنه الاستمرار فيها إذا كان عم يقوم فيها، فبيحس بلحظة إنه هو حس بالتعب، أو إنه القيام بإحساسه بالقدرة على القيام بمهام جديدة ممكن إنه يعني تكون موكلة له. طبعا التعب له اسباب متعدده، بس كيف فينا نفرق انه هذا التعب مو طبيعي؟ يعني الناس بتقول لك انا صلي 8 9 ساعات بالشغل تعبان، يعني مثل كل يوم. في عالم بتقول لك لا انا تعبانه عم حس بوهن جسدي. ايمت بنقول انه هيدا التعب مو طبيعي؟ يعني انا بالعاده مثلا بيقول لك بشتغل 10 ساعات وما بتفرق معي، هلا ما عم اقدر اكمل 6 ساعات شغل، او بفيق من الصبح بكير اني طبعاً. انا فقت الصبح تعبان. هاي كلها يعني هاي كلها مؤشرات يعني على هذا العرض يعني نحن عم نحكي عنه. طبعا الشائع دائما انه شكوى التعب هي بتربط دائما مع شيء نفسي، انه لا نفسيتي تعبانه مشان هيك انا عم حس بالتعب. لا، الحقيقه انه اغلب الدراسات اللي صارت انه هلا التعب يلي بيستمر او بنسميه التعب الفيزيائي يلي سببه هو انه قمنا بجهد او عمل مضني فبعده حسينا بالتعب، او مثلا صابنا قريب او مرضى مثلا لفتره قصيره فبعده اجباري بدنا نحس بالتعب. بس هذا التعب بنقول له تعب عرضي، هذا التعب الفيزيائي بيستمر اقل من شهر وقابل للزوال، بس التعب المرضي هو التعب اللي ممكن يستمر لثلاث شهور واحيانا ممكن يستمر لست شهور. هون لازم نحن ننفي الاسباب المرضيه لحتى بعدين اخر شيء اذا نفينا كل الاسباب المرضيه بعدها بنفكر انه لا سببه نفسي، الاكتئاب مثلا او عدم التوازن، قدره على التوازن مع المحيط الخارجي مع البيئه اللي عايش فيها الواحد. طيب دكتورة، شو هي الأعراض خلينا نقول أو الأمراض اللي هي لها علاقة بهي الأعراض؟ لنقول مثلا هذا التعب ناجم عن كذا أو كذا أو كذا، شو هن؟ هلا يعني بأغلب الدراسات يلي صارت، وحتى أنا عملت دراسة هون يعني بسوريا فقط عن النساء، يعني المراجعين للعيادات مو المراجعين للإسعاف، فلاحظت فعلا يعني وكان متوافقة مع الدراسات اللي نشرتها منظمة الصحة العالمية انه اهم سبب للاحساس بالتعب والوهن العام هو فقر الدم عند النساء. يعني اذا اخذنا مثلا يعادل 30% اذا اخذنا 100 امراه عم تعاني من احساس بالتعب والوهن العام وعم تراجع عياده الاطباء بهالشكوى، فلاحظنا انه 30% سببه هو فقر الدم. طبعا بيجي بعده نقص الكالسيوم، واللي سببه طبعا كلنا بنعرف هو نقص فيتامين د بسبب نقص التعرض لاشعه الشمس. بيجي بعده قصور الغده الدرقيه، واخر شيء بيجي سكر الدم، ارتفاع السكري. يعني هذا 4% بيعادل. طبعا بعدين بنفكر بالاسباب المزمن يعني الاسباب المرضيه المزمنه للتعب مثل الاورام، السرطانات، التصلب اللويحي. لما ننفي كل هذا الشيء اخر شيء بنفكر بالاسباب النفسيه. طيب دكتوره، خلينا نحكي يمكن مثل ما قلنا يمكن على الامراض الشائعه او التعب الشائع اللي هو ناتج عن فقر دم او نقص في الكالسيوم فيتامين د، السبل الوقايه منه شو هي؟ لما اقول انا نقص بالكالسيوم او فيتامين د لازم او قصور الغده الدرقيه، فقر دم، يمكن هو بنظام غذائي معين فينا نحافظ عليه ونخفف هيدا النقص ليصير عندنا يمكن بالكامل. هلا طبعا اذا اجينا اول شيء على فقر الدم، طبعا فقر الدم هذا شيء شائع
كل أنثى بده يكون في عندها بسبب حدوث الدورة الطمسية، فإجباري مع كل دورة هي بده تفقد جزء من الحديد تبعه. إذا ما تم تعويضه لهذا الحديد فدورة مع دورة بده يصير تراكمي، وبده يصير في عندها بده تشكي مع الوقت من فقد من إحساس بالتعب والوهن. إذا نحن من يعني إجباري كل أنثى لازم على القليلة إنه كل 3 أشهر كل شهرين تعاير الخضاب الهيماتوكريت وتتأكد إنه ما في فقر دم. أحيانا حتى لو كان الخضاب الهيماتوكريت طبيعي، فمثل ما قلنا إنه تراكم الدورات الطمسية أو النزف المستمر هذا بيسبب إذا نقص بالمخازن تبع الحديد. إذا حتى لو كان الخضاب طبيعي بتجي مثلا المريضة إنه أنا خضابي طبيعي يعني ما في عندي علامات عم حس لسه بالتعب والوهن العام، فهون لازم نحن نفكر إنه بمخازن الحديد، إنه بمعنى مع الوقت هي جسمها استخدم مخازن الحديد تبعه، فبالتالي صحيح خضابه طبيعي بس هي المخازن عندها ناقصة فإجباري بدها تحس بالتعب والوهن. فهون تعويضه هو إما بالغذاء مثلا بأكل اللحم الأحمر وهذا ما نو صحي يوميا، يفضل إنه تعويضه بحبوب الحديد اللي نحن بننصح فيها كل المرضى ولازم تستمر فيها أيام الدورة الطمسية لحد ما يعني كل حياتها لحد ما يصير عندها انقطاع بالطمس. هلا اذا اجينا على السبب الثاني اللي هو انه نقص الكلس، يلي هو غالبا سببه سبب نقص الفيتامين د بسبب نقص التعرض للشمس. 99% من حاجتنا للفيتامين د بنحصل عليها من التعرض لاشعه الشمس. مهما كان الغذاء غني بمنتجات الحليب واللبن والبيض مهما كان غني فنحن ما بنحصل اكثر من 20% من حاجتنا من الفيتامين د. اذا ما تعرضنا للشمس ابدا ما بنحصل على الفيتامين د. اذا نقص الفيتامين د بده ينقص امتصاص الكلس من الامعاء. اذا بده يصير في عنا اعراض نقص الكلس يلي هي احساس بالتعب والوهن العام لانه هو ضروري لتقلص العضلات، الخدر والنمل باطراف الاصابع واحيانا حول الشفاه. هلا قصور الغده الدرقيه طبعا شائع جدا بسبب كمان نقص اليود. إذا نقص اليود لأنه كل بالعالم كله صارت التربة فقيرة باليود. إذا قصور الغدة الدرقية كمان أنا بنصحه، في دراسات عالمية بتقول إنه لازم ولو مرة بالسنة يعني بعد عمر 20 لأنه المراهقين هن أبدا أقل إحساس بالشعور بالتعب. إذا هو شكوى بعد سن 30 أو بالأربعينات. فهون مثلا إنه ممكن نحن نعاير TSH أو هرمون الغدة الدرقية الحاسة الدرقية بنعايرها مرة بالسنة لننفي بسبب إنه شيوعة. بيبقى عنا بعدين السكري بنعرف كلنا انه كمان صار وباء بالعصر. بس قصور الغدة الدرقية شو يمكن بالنظام الغذائي فينا نعوض من خلاله؟ هلا قصور الغدة الدرقية مثلا هو لو حتى قلنا انه غذائنا لازم يكون غني بالسمك وغني بس بصراحة الاسماك البحرية اللي من البحر الابيض المتوسط فقيرة كمان باليود. يعني منتجات البحر هي الغنية باليود هي المحيط الاطلسي والمحيط الهندي. اذا نحن يعني طبعا موجود هو بالخضار الخضراء ولازم يكون موجود بمنتجات الحليب واللبن. هلا مو كل الاشخاص بيشكوا يعني نسبه شيوعه تقريبا 15% بس شائع لانه في تلوثات بالبيئه وفي لاسباب غير معينه احيانا عم تصير الغده الدرقيه عم يصير فيها احيان التهابات او اي رشح او اي قريب نتعرض له او اي حاله التهابيه فممكن تاثر على نسيج الغده الدرقيه وتخربه. لذلك شائع يعتبر قصور الغده الدرقيه. طيب دكتوره خلينا نقول بين الحالات الثلاثه اللي ذكرتيها اهم شيء هو يمكن الفحص المبكر بهدول الحالات لنعرف شو سبب المشكله والنمط الغذائي. ممكن نقول قاسم مشترك هو النمط الغذائي الاهتمام فيه. هلا طبعا نحن يعني هي جزء من الرعايه الصحيه اصلا هنن هي الاربع مشاكل مع السكري هنن هي الاربع امراض اللي بتكافح مشانه منظمه الصحه العالميه يعني مو بس ببلدنا حتى بالبلدان الغربيه انه لازم نحاول انه نعمل كشف مبكر فيهم ومثلا على القليله مره بالسنه انه الاشخاص انه يعملوا هالتحاليل او ينفوها لانه فعلا الاحساس بالتعب والبهن العام هو احساس مكلف. اذا بدنا نجي على الناحيه الاقتصاديه الشخص اللي بيكون عم يحس بالتعب والوهن العام هو شخص اقل انجاز يعني لمهامه وهو شخص حتى ما بيجيده يعني اقل اكتساب للمهارات اللي لازم هو يكتسبها خلال ممكن عمله. ممكن تتطور هذا الشيء؟ ممكن يتطور الوهن العام؟ ممكن يصير شيء ثاني بعده؟ ممكن يكون مسبب هلأ طبعاً لما لأمور أكثر إذا شخص حتى أهمل هذا طبعاً الشيء شو ممكن يصير؟ طبعاً هلا لما بنحس بالتعب والوهن وبشكل مستمر وعم يستمر اكثر من 6 أشهر ونحن ما عم نلاقي سبب يعني المريض عم يدخل بحلقه مفرغه اني انا عم بروح على دكتور كمان ما بعرف شو صاير فيني طبعا ما بيروح بيراجع طبيب اني انا شو او بيراجع طبيب بيقول له لا نفسي وروح ارتاح شوي
يعني هي بتصير كمان عنا انه ما بنفكر بالحاله المرضيه، ما بنفكر انه ندور على سبب مرضي بعدين ندخل بنقول انه لا نفسي. فانا برايي انه لا، لازم انه ناخده بجديه لشكوى التعب والوهن العام، والشخص اللي عم يحس بهالشكوى فعلا لازم يقوم باجراء تحاليل معينه على القليله لننفي هالاشياء الاساسيه يلي كثير سهل معالجتها، وكثير سهل انه نحن يعني ببساطه معالجتها قديه، بس انه نفكر فيها انه نفكر لازم ننفي عند هالمريض. هن كم تحليل ممكن؟ هن كم تحليل؟ 4-5 تحاليل طبعا. اذا عالجنا وما زبط معنا بعدين بنفكر باشياء ثانيه. هلا ما بدنا ننسى كمان التعب المرافق للجهد الفيزيائي، يعني هدول الاشخاص اللي بيرهقوا حالهم بالشغل انه بيضلوا عم يشتغلوا بشكل مستمر، بيخلص من شغله بيرجع على بيته بيشتغل بيجهد حاله، يعني طبعا هذا بعد مرحله معينه بده يوصل لمرحله بده ينكسر فيها، وهذا بنسميه متلازمه التعب المزمن. هذا اشتغل كثير وتعرض لشده بشغله، هو ارهق حاله بالشغل، فبالنهايه جسمه ما راح يطاوعه. لذلك بنشوف كمان نحن لازم ناخذ فترات راحه وانقطاعات عن العمل، فعلا انقطاع كامل يعني بشكل منتظم. بنشوف انه نحن بالدول الغربيه في كل فتره 3 أشهر لشهرين لازم يكون في استراحه اسبوع كامله بعيد عن الشغل. طيب شو سبب انتشار يمكن التعب او الوهن الجسدي بنسبه كبيره بين الشباب؟ يعني ما عم نلاقي مثلا اللي عمرهم كبير مثلا بنقول انه العمر له حقه، بس عم نلاقي انتشار هذا بالفعل بين الشباب يعني من سن العشرين لثلاثين للخمسة وثلاثين بشكل كثير كبير. هلا بين الشباب لازم ننفي بشكل اساسي قصور الغده الدرقيه ونقص كالسيوم الدم يلي سببه نقص الفيتامين د، بسبب نقص الفيتامين د هذول بشكل اساسي. ولازم ننفي السكري لانه في شيء اسمه السكري الشبابي كمان ممكن، لانه السكر هو مثل هو مصدر الطاقه لجسمنا، يعني هو البنزين تبع جسمنا. فاذا لما بيكون عندنا مرض سكري فبيكون عم يهرب السكر مع البول او عم يتراكم برات الخلايا لانه ما عم يقدر يفوت لجوات الخليه ليحترق ويعطينا طاقه. فلذلك هدول كمان بيشكوا من التعب والوهن العام. طيب دكتوره شو النصائح اللي بتوجهيها بشكل عام لكل الاشخاص اللي عم بيتابعونا يمكن اللي عم بيحسوا بهذا الشيء؟ نرجع نذكر بالتحاليل اللي ممكن يروحوا يعملوها الاشخاص لحتى يمسكوا طرف الخيط مثل ما بنقول. يعني انا الحقيقه انه نصيحتي هي انه ما نتهاون بهي الشكوى، يعني لما بنحس هلا مثلا التعب يلي اقل من شهر هذا قابل للزوال يعني بيروح، بس اما التعب يلي عم يستمر اكثر من شهر او عم يستمر لشهرين وثلاث اشهر، وخاصه انه لما عم يفيق المريض الصبح وعم يحس انه من فيقته الصبح انه هو تعبان، فانا برايي انه لازم نعمل هدول التحاليل، وهي جزء مثل ما قلنا انه من الكشف المبكر يلي هي انه ننفي فقر الدم لانه هو اكثر سبب شائع عند النساء، ننفي قصور الغده الدرقيه، ننفي نقص الفيتامين د واللي بيسبب نقص بكلس الدم وتعب ووهن بالعضلات، واخر شيء بتجي عندنا بعدين الامراض المزمنه. طبعا الامراض المزمنه بنخليها عند التعب يلي بيستمر اكثر من 6 أشهر وسنين. هدول الاشياء اذا نفيناها بنفكر بعدين بالتعب النفسي. أكيد دكتورة بدنا نشكرك على وجودك معنا وعلى المعلومات والنصائح اللي قدمتيها لمشاهدينا اليوم. شكرا لك دكتورة تغريد، شكرا لكل المعلومات.